أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأول فقرات البيت الكبير مع الناقد الرياضي المميز ومستشار طبعا التحرير لموقع القاهرة 24 الأستاذ الكبير عصام شلتوت. مساء الخير أستاذ عصام. مساء الخير يا كابتن هاني، على حضرتك وعلى كل جمهور قناة النادي الأهلي، وأنت كمان كابتن هاني. ربنا يخليك. الكبير كرويا وفنيا وفي كل حاجة. ربنا يخليك، منورنا يا أستاذ عصام. يعني عندنا شوية ملفات كده برضو عايزين نعرف رأي حضرتك. نبدأ بأول يمكن حاجة، طبعا الإعلان الرسمي لصفقة طبعا بدر بنون اللاعب المغربي لصفوف النادي الأهلي. شفت الصفقة دي إزاي وتأثيرها على التدعيم بشكل عام للنادي الأهلي في إن شاء الله الموسم اللي جاي؟ طبعا صفقة يعني من العيار الثقيل. بدر بنون لعيب كورة، بدر بنون ينفع زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا بنتكلم عن قيادات الخطوط، ان كل خط كده له قائد. هو بالضرورة مناسب جدا للكرة الحديثة، من اول ما عدلوا فكرة انه اللعب يبدأ في ضربة المرمى من غير ما تخرج زي ايامكو خارج ال 18 وبالتالي سلم واستلم. هو كمان بيفكر كويس قوي الكرة معاه، كمان مواكب طريقة موسيماني. موسيماني واضح انه هو من ابناء نفس المدرسه، حتى لو ما كانش فيه تعديل اعتقد ان موسيماني دي كورته. صحيح. الكره اللي مخلوطه بين البرازيل واوروبا زي ما قلنا قبل كده عن موسيماني يعني. وبالتالي طبعا صفقه ليها مدلول كبير جدا، بس هي كالعاده النادي الاهلي لا يشتري يعني لمجرد الشراء او ارضاء قاعدته او قواعده الجماهيريه. صحيح. بمجرد صفقات، مع المناداه لانه الصفقات يعني في العشر سنين أو في العقد الأخير بقت ضمن أدوات الفوز، يعني وكأن الذي يفوز بضم لاعبين جدد ده كده مبدئيا فتح كلام، أكنه نجح في شيء ما، أكنه بيسعد جمهوره.